مرحبا البنات. اليوم هذا الفيديو هذا كي شفتوا معايا هنا يتي مولات رندا كانت خدامه حتى كيطرطق لها هذاك الصف. اليوم جيت باش نوريكم الطريقه كيفاش تصوبيه، بالخصوص لمولات رندا الا كانت مزروبه او لا الا رجعاتو للسيده اللي خدمت الطوق. هانتوما انا غادي نوريكم كيفاش. مثلا كانت خدامه بليبره وتقطع لها هذاك الخيط، وانا كنوصي ونعاود في جميع الخدامي ديالي كنقول لكم ديروا جوج خيوط في الجناب باش الا ضربت في الاول الثاني غادي يشد. فهمتوا؟ هنايا انا راني دايره جوج خيوط. ها انتم شوف، راه حتى المقص حار بانه يقطعهم. ها انتم شفتوا راه جوج خيوط، راه ماشي خيط واحد، باش ما تقولوش راني هذا دايره غير خيط. كي شفتوا البنات هنايتي هنا حيدت هذا التصفيف هذا باش نوريكم الطريقه كيفاش. هنا كنحيد هاد العقيقات باش داكشي يكون واضح قدامكم وباين. فهمتوني؟ دابا البنات على بركه الله انا غادي نوريكم الطريقه. وما تنساوش اذا كنتي جديده في القناه ما تنسيش واحد لايك كومونتير وابوني باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. يلا دابا البنات بسم الله. شو انا حيدت هذوك العقيقات، غادي نجيبوا الخيط ديالنا غنديروا فيه ليبرا، غادي نحزموا من التحت واحد ثلاثه د الحزيمات وحده فوق وحده. غنجيو بحال دابا مثلا الصف الرابع او الخامس اللي لتحت، وغادي ندخلوا الليبرة ديالنا بحال هكذا. كي شفتوا معايا صافي هنا غادي نبقى ندخل في شي خمسه د العقيقات ونخرج عاوتاني من الجهه لتحت عاوتاني ندخل باش هكا هذا الخيط هذا اللي غادي نزيدو يتثبت كيف ما هذاك اللي تقطع كان متثبت في المرمى كامله. فهمتوني؟ خصنا نثبتوه ماشي ندخل غير في صف في التالي عاوتاني يولي يتحيد، لا هكذا نبقى ندخل ونخرج ندخل ونخرج حتى نوصل للصف ديالي اللي غادي نزيد به الخيط. هانتوما كيما شفتوا انا البنات هاد السميطه هادي كانت عندي حيت ما عندي حتى شي طوق ولا هذا، عندي واحد طويق ولكن مولاتو داتو صراحه، وهذا لقيتو عندي كان قديم قلت ندير عليه الطريقه وصافي. نتوما غادي تشوفوا غير الفكره وغادي ان شاء الله الا وحلتو بحال دابا هكا لهنا كتبها عليكم وحلتو بحال هكا غادي تعرفوا بان كيفاش ديروا. حيت واحد جوج سيدات كلهم تواصلوا معايا وريتهم الطريقه واخا هكاك ما فهموش مزيان، انني شرحت لهم غير بفمي في الواتساب، ولكن واخا هكاك هانتوما كي شفتوا انا خرجت دابا في التالي غادي نقبط الليبره ديالي والخيط وغادي نمشي للفوق لديك الصف اللي تقطع منه الفوق العقيق. هانتوما شفتوا بحال اللي سديت بلا مرمى، ها انت سديت بلا صافي، وغادي نمشي عاوتاني هكاك بديك الخيط وغادي نطلع عاوتاني الصف اللي فوق وندخل عاوتاني نخرج عاوتاني نجي للجهه الاخرى اللي فوق منها هكذا باش حتى هذاك الصف يتثبت مزيان في ديك العقيقات باش حتى هما ما يطيروناش. صافي وغادي نرجع وغادي نخرج هكذا البنات ونولي عاوتاني للجهه الاخرى باش يتثبت مزيان. شفتوا من بعد ما خرجت من ديك الصف اللي لتحت طلعت نيشان بالخيط اللي تقطع. ها نتوما صافي دابا انا حيدتو، دابا غادي نمشيو عاوتاني غادي نحزمو داك الخيط ديالنا اللي في ليبره من التحت وغنجيو الاول صف طارت منه العقيقه شي هذوك الخويطات اللي حيدت بصبعك حزتهم هذوك حتى التالي عاد نحيدوهم حيت هذاك هو الخيط اللي طار. صافي غادي ندخل الصف ديالي د العقيقه غنثبتو مزيان صافي وغنجيب العقيقه ديالي اللي طارت صافي وغنحاول نقلب الخدمه اللي عندي باش تساعدني باش ديك الخدمه داك العقيق يكون من التحت كيف ما المرمى. ها نتوما شفتوا صافي وغتحشي هكاياتي ديك العقيقه ديالك ما بين داك الخيط اللي درتي وديك الصف اللي مازال لاصق صافي هكا وغادي تدخلي مزيان وغتثبتي العقيقه ديالك عاوتاني غادي تجي الصف اللي حداه وتخرجي من تحت العقيقات باش تخرجي من تحت داك الخيط اللي درنا صافي وتولي تدخلي عاوتاني عقيقه واحده اخرى. نتوما شفتوا ما تزيروش يديكم بزاف باش ديك الصف اللي درتو ما يتزير لكم شو يتكمش لكم لكم صافي وغتجي عاوتاني لديك العقيقه وتدخلي بحال اللي راكي كتخدمي في المرمى غير هذا الصفيف غتخدميه انت بيديك صافي تولي عاوتاني ترجعي لديك الصف وانت غاده حتى كتكملي دوك العقيقات كاملين اللي طارو. نتمنوا من الله البنات هادشي هذا ما يوقع لكمش، ولكن النصيحه ديالي كنقولها لكم ديما ونعاودها بقاو ديروا جوج خيوط بقاو ديروا جوج خيوط راه ما كيبانوش كيجيو مزيانين هكاياتي
باش مولات الراندا ما تمحنش عاوتاني حتى هي صافي. وكتدخلي حيت راه هاد الخدمه هادي راه فيها شويه العذاب، والانسان من كطير صافي عاوتاني كيكون مشكل واحد اخر. صافي هكذا، وغادي تدخليها وتخرجي الابره ديالك، تبتي هذيك العقيقه اللي درتي مزيان هكذا، عاوتاني ترجعي نفس الصف وتكملي. وهكا البنات كتمشيو بهذه الطريقه هذه كامله حتى للتالي. ها انتم شفتوا كندخلها ما بين داك الخيط اللي درتو وصافي. في التالي من كتسالي البنات كتقادو داك الخويطات بصبعانكم صافي، والعقيق كيولي هو هذاك، ما كيبقاش كاع فيه لا ديفو لا والو. نتمنى من الشرح ديالي يكون واضح البنات ويكون كيفيدكم. هكذا وصافي، وغادي تدخلوهم صافي، غادي تكملوا بهذه الطريقه هذه حتى العقيقه التاليه هكذا صافي. هنايا انا وصلت للعقيقه التاليه، انتم شفتوا راه غير الكاميرا حيت هذا العقيق غوز ضرب فيه الضو، هذيك الشيء علاش. وما تنساوش البنات تبارطاجيو هذا الفيديو، هذا تبارطاجيوه في الفيسبوك في المجموعات ديال المرمى، يقدر يفيد البنات. كنشكر بزاف المتتبعات ديالي، الله يحفظكم ليا والله ينجيكم، الله يحفظ لكم وليداتكم. شكرا بزاف والله الا كتفرحوني بالتعاليق ديالكم، الله يسهل عليكم صافي. ومن كتساليو اخر عقيقه كتبقاو غاديين عاوتاني داخلين وخارجين، باش هكا ديك الصف كيتثبت فيه العقيق مزيان، وهو براسو داك الخيط كيتثبت باش ما كيوليش يطير، ما يوليش يتقطع لمولاته الا عطيتو لها صافي. هكذا صافي هو تثبت وصافي. هذاك الخيط اللي بقى البنات صافي، هذا نحيدو بالمقص، هذاك الخيط اللي بقى غادي تقبطوا داك الخيط اللي مخدوبين به العقيق تحيدوه، وداك الخيط اللي كيكون طالع عليه العقيق اللي تقطعنا وعاودناه هذاك هو اللي كتقبطي الابره ديالك الا كان صغيور عندك. كتدخلي الابره ديالك في العقيق نص فيها، وعاد كتدخلي هذاك في الراس، حيت ما يمكنش الخيط صغيور غيدخل لك في الابره وتولي تحشيها في العقيق، فهمتوا؟ ايوا صافي، ها هو الفيديو ديالنا تساهله، نتمنى نكون فدتكم. ها هي الصمطه ديالي قديتها مزيان، ها نتوما شفتوا ما كاين حتى ديفو، ما كاين حتى تقطاع ما والو. ولكن كنوصي ونولي نعاود كيف ما قلت لكم في الاول، بقاو ديروا جوج خيوط البنات، ولا خدموا سديو بالخيط 40 على 30 40 على 3 راه تلفت، حيت ما بقيتش كنخدم بزاف راه تلفت. خدموا ب 60 على 2 وسديو ب 40 على 3. نتمنى من الله يفيدكم هذا الفيديو. السلام عليكم، وخليت لكم الراحه.